سمعت سماح بتطعيم منهم بدون 17 سنة على طول سرعت بأخذ اللقاح. أشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على إتاحة هذه الفرصة لمنهم دون 18 سنة. شكرا. احنا مصريين وجايين نطعم بعد ما عرفنا خلاص ان الحمد لله المملكة فتحت التطعيم للشباب من 12 سنة إلى فوق 18 سنة، واحنا بنشكر فعلا الحكومة ونشكر المملكة من الملك وكل القائمين على الصحة في المملكة، لان فعلا يعني احنا هنا بنتعامل مثلنا مثل اهل البلد بالضبط، ما فيش فرق حتى في التطعيمات وفي كل شيء. سمعت بقرار اخذ اللقاح وعمري 18 سنة وجيت اخذت اللقاح، واشكر خادم الحرمين الشريفين.